كله خيرات وبركات ونفحات علينا كلنا بإذن الرحمن. مرحب بكم في بداية حلقة جديدة من طاقة نور، وإن شاء الله حلقتنا النهاردة تكون طاقة نور بالمعنى الحرفي للكلمة. كالعادة هنستعرض معكم أشكال مختلفة، النهاردة هتكون أربع أشكال مختلفة من العمل الصالح، أربعة من أهم المبادرات والحملات الإنسانية جدا المهمة جدا المفيدة جدا اللي بتقوم بيها مؤسسة نبض الحياة. ده في سياق الحلقة، لكن الجزء الأول عايزين نقف عند تفصيلة مش قادر أقول ما بقيناش نشوفها كتير، بس لا والله ما بقيناش نشوفها كتير. جبر الخواطر وأهمية جبر الخواطر وعظمة جبر الخواطر وانعكاسات جبر الخواطر علينا كلنا دنيا وآخرة، ده الملف اللي هنفتحه مع فضيلة الشيخ حافظ عبد الحليم اللي منورني ومشرفني في حلقتنا النهاردة. يا مساء الخير. أهلا بحضرتك يا أخ كريم. كل سنة وأنت طيب. وحضرتك طيب يا حبيبي، ربنا يبارك فيك يا رب. الأيام الجميلة بتهل علينا وحلت. أيوة، ما هي الأيام الجميلة دي هي اللي بتبقى فيها فرصة إلى حد بعيد إن إحنا نشوف ناس بتجبر خاطر ناس، لأن إحنا في غير الأيام الجميلة دي ساعات كتير قوي الدنيا بتلهينا، وإحنا عايشين بدل ما نجبر بخاطر بعض إحنا بقينا بنكسر بخاطر بعض، بقينا بنجرح في خواطر بعض وبنعمل حاجات كتيرة قوي هي العكس الصحيح للي المفروض نعمله. بس خلينا نستهل في البداية، ما هي جبر الخاطر؟ يعني إيه جبر الخاطر؟ إيه أشكاله؟ خلينا الأول نبدأ بحمد الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد، صلاة ترضى بها عنا وترفع بها درجاتنا وتقضي بها حوائجنا وحوائج كل من قصدنا في حاجة يا رب العالمين. اللهم آمين. يعني إيه جبر؟ كلمة جبر ضد الكسر، يبقى معنى ان لو ما جبرتش بخاطر حد يبقى انا كسرت خاطره. وهي التعاملات بينا كده، اما ان انا اجبر بخاطرك حتى لو كنت هنفذ اللي انا عايزه، حتى لو كان في حكم ضدك، يعني حتى لو كان ده، بس انا ممكن اعمل ده بشكل لطيف وبشكل جميل في تطيب للخاطر وفي جبر للخاطر. بعكس ان انا ممكن اعمل اللي انا عايزه او ممكن ابقى بعمل حاجه كويسه بس اعملها بكسر خاطر. ونفس المؤمن عند ربنا سبحانه وتعالى عظيمه. النبي عليه الصلاه والسلام لما ينظر للكعبه كده في حديث سيدنا عبد الله بن عباس، والله ما اعظمك واعظم حرمتك ولا حرمه المؤمن اعظم عند الله منك. فالمؤمن او الانسان، طبيعه الانسان، الله سبحانه وتعالى كرمه وميزه على غيره من الخلق. فكون ان انت تحترم هذه الادميه، دميه الانسان، وتجبر بخاطره وتطيب خاطره حتى لو بالكلمه او بالفعل، ده عند ربنا سبحانه وتعالى امر كبير جدا. وزيه زي الصدقه، مش الصح ان احنا نتبعه باي شكل من اشكال المن او الاذى؟ لا خالص طبعا. انت اصلا بتعمله، انا اقول لحضرتك على حاجه، اللي بيشوفنا دلوقتي ويعني عارف كده في كتب الفقه، لما تفتح كتب الفقه، كتب الفقه مقسمه لايه؟ هتلاقي فيه بتبدا بباب الطهاره الاول، يعلمك ازاي تتطهر يعني ظاهريا، وبعد كده تبدا تدخل على باب العبادات، وبعد كده باب المعاملات، وبعد كده الكفارات والنذور، وعلى حسب كل كتاب فقه. لما تدخل في الكتب دي مش هتلاقي فيه كتاب اسمه كتاب جبر الخاطر، وحتى في العبادات نفسها هتلاقي ان كتب الفقه بتتكلم عن عبادات هي الصيام والصلاه والزكاه والحج. ولا في التعاملات موجوده؟ مفيش ولا في التعاملات ولا في 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 العبادات حاجه اسمها جبر الخاطر. عارف ليه؟ لان ببساطه الموضوع مش محتاج ان يكون في امر الهي بيه، ولا محتاج اللي هو شروط معينه ولا شروط صحه ولا اركان، مش محتاج كل ده. هو محتاج نفس طيبة طاهرة سامية تقدر تعمل ده ببساطة من غير تكلف. عشان كده كان سيدنا سفيان الثوري يقول جملة غريبة جدا وغاية في الجمال، يقول ما عبد الله عز وجل بشيء أحب إليه من جبر الخواطر، إنك تجبر بخاطر الناس. ولو بصيت في القرآن الكريم هتلاقي إن شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على عظم قدره ومكانته، وأنه يعلم قدره عند ربه سبحانه وتعالى، وصلى الله على نبينا محمد يعرف أن الله سبحانه وتعالى يعني يقدره وله قدر ومكانته. ومع ذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم هيخرج من مكة إلى المدينة بعد لما لقى منها يعني عنت خوف وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وخرج منها وهو مكره لولا أن هذا أمر الله سبحانه وتعالى، وقال كده النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أهلك يخرجوني منك ما خرجت، فخرج وهو يحن إليه. فالله سبحانه وتعالى يطيب خاطره وهو على عتبات مكة وهو خارج، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فالله سبحانه وتعالى يطيب خاطر نبيه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعيش بهذا الأمر ويطيب خاطر كل من حوله صلى الله عليه وسلم. وخلينا نقول كده ونسأل سؤال، مين هم أولى الناس بجبر الخاطر؟ يعني لو احنا هنعملها هنقسمها كده شرايح، مين أولى الناس بجبر الخاطر؟ طبعا الأعظم الأعظم جبر الخاطر الأعظم للأب والأم، ده رقم واحد. أول حاجة ربنا سبحانه وتعالى قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان.
وبعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. شوف كلمة أف والنهر ده في كسر الخاطر، وخصوصا لما ربنا قال قبلها إما يبلغن عندك الكبر، ده أنا مش بقول لك اللي هما بعيد عنك وأنت ممكن تغيب عنهم بالشهر والاتنين، ما تكلفش نفسك مكالمة تليفون غير كل شهر أو اتنين، المفروض يوميا وأنت أصلا بعيد عنهم في السكن بتاعك أو في عملك بتتصل بأبوك أو أمك أو واحد فيهم اللي على قيد الحياة يوميا تسمعهم صوتك ويسمعوا صوتك. ممكن يكون أنت ما عندكش العاطفة اللي بتخليك تحن لسماع صوتهم، لكن هم عندهم ده، فلو أنت حتى بتكلمهم تضحكهم أو تجبر بخاطرهم بسماع صوتهم فده جبر خاطر، وده الأعظم عند الله سبحانه وتعالى، وخصوصا إذا كانوا عايشين معاك في بيت واحد. أنا بتكلم على اللي بعيد عنك دلوقتي مكالمة تليفون. طب اللي عايشين معاك في بيت واحد، اللي عايشين معاك في بيت واحد هم أولى، لأن ربنا قال إما يبلغن عندك الكبر، قاعدين عندك في البيت وسنهم كبير، وخصوصا السن الكبير ده اللي بيلاقي إن هو بيفقد كل أصدقائه وعلاقاته، يعني بتبدأ تندثر إلا بالمحيط الأسرة بتاعه، فما بيشوفش حد ولا بيسمع صوت حد ولا بيكلم حد إلا أولاده اللي داخلين خارجين عليه. فلو أنت استعظمت إن أنت تقعد تسمع من والدك أو تسمع من والدتك أو تمل من حديثهم، ده عقوق. لكن لما تقعد تسمع منهم حتى لو كان الحديث ده سمعته من وانت لسه في كيجي، من وانت لسه في كيجي مامتك بتحكي لك نفس الموضوع وباباك بيحكي لك نفس الموضوع، تقعد تسمع كده كأنك لسه أول مرة. والعلماء كانوا يقولوا كده، كانوا يقول لك والله إن الرجل لا يأتيني فيحدثني بالحديث فأتظاهر بأني أول مرة أسمعه ويتفاعل معه، ووالله إني لا أعرفه قبل أن يولد، قبل ما يتولد وأنا عارف الكلام ده، ومع ذلك جبر لخاطري يسمع. فتخيل إن الأب والأم هم أولى الناس بجبر الخاطر، دي أول شريحة مهمة جدا في جبر الخاطر. الشريحة اللي بعد كده وده مهم جدا برضو في جبر الخاطر، اللي عايشين معاك في البيت، أولادك أو زوجتك أو زوجك، بلاش يبقوا هم المتنفس بتاعنا في الغضب. يعني أنا جاي مضغوط من الشغل فأقابل ابني بكسر أكسر له الخاطر بتاعه، أبقى معلق إن أنا أكبر بخاطره أو عامله بطريقة كويسة بناء على درجاته في المدرسة أو إن الناس مبسوطة منه أو المدرسين مبسوطين منه أو مامته ما اشتكتليش منه، لكن لا، الأصل إن أنت تكبر بخاطرهم طول الوقت، وده بيخليهم طالعين اسوياء نفسيا، ده مهم جدا. جميل، خلينا نقف، انا اسف للمقاطعه بس عشان الوقت ما يسرقناش، وعايزين كمان نبتدي نستعرض بقى اشكال عمليه يعني ترجمه فعليه للمبدا نفسه لفكره جبر الخاطر، وخصوصا ان احنا محتاجين نجبر خاطر كتير قوي من اهالينا عندهم كل اشكال المعاناه، ومن هنا جاءت اهميه وقف الزيتون المبارك. تابعوا معنا. وقف الزيتون بمؤسسة نبض الحياة مبادرة هدفها استمرار العمل الخيري والمشارك في زراعة شجر الزيتون، صدقته هيتحقق ربحها وخيرها خلال سنتين. مؤسسة نبض الحياة تدعوكم للمشاركة للمرحلة الثانية في وقف الزيتون المبارك، والذي ذكر في القرآن: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وقف الزيتون المبارك الشريك الآخر لوقف النخيل الخيري، الاثنين مع بعض بيكملوا بعض لمسيرتنا في الخير ومسيرة حضراتكم في العطاء، وبإذن ربنا سبحانه وتعالى بنجهز لمرحلة 7 في وقف النخيل الخيري، والنهاردة المرحلة الثانية من وقف الزيتون المبارك في نفس موسم الزراعة، منتظرين حضراتكم وتشريفكم معنا. مؤسسة نبض الحياة فتحت باب المشاركة في المرحلة الثانية اللي هيتم زراعتها من وقف الزيتون في أبريل القادم. دعوة للمساهمة والمشاركة مع مؤسسة نبض الحياة في وقف الزيتون المبارك يوم 27 و 28 أبريل 2024. الباب مفتوح قدام حضراتكم للمشاركة أو المساهمة باللي تقدر عليه. قيمة الوحدة في مشروع وقف الزيتون المبارك 1000 جنيه. ال 1000 جنيه بتشمل 8 شتلة الزيتون بالإضافة إلى الأرض المزروعة عليها الشتلة، بالإضافة إلى الزراعة والحراسة والري وكمان الطاقة الشمسية وكمان البير وكمان رعايتها إلى الإثمار الكامل. والمرحلة اللي هيتم زراعتها بتستهدف زراعة 50 فدان شجر زيتون، وكل شجرة بيتم زراعتها عائدها يصرف في كل حملات الخير اللي بتقوم به مؤسسة نبض الحياة. المرحلة الأولى بفضل الله سبحانه وتعالى تم إنجاز عدد كبير جدا بمشاركتكم وفضلكم، كان فيكم اللي معانا بعشر شجرات زيتون، وكان فيكم اللي معانا بقرات، وكان فيكم اللي معانا بفدان زيتون كامل. ولكن المرحلة اللي جاية دايما طموحاتنا بتزيد وأملنا بيزيد، يا ترى هتكون مشاركتك معانا بقد إيه؟ حتى لو كانت بشجرة واحدة هتفرق جدا معانا، لأن إحنا بنسابق الزمن وبنسابق الوقت عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من المستحقين نقضي ليهم حاجتهم
هم منتظريننا. بفضل من ربنا عز وجل مؤسسة نبض الحياة جهزت الأرض لاستقبال حضراتكم يوم 27 و 28 أبريل 2024. كل اللي على حضرتك تتصل على 15-740 وتحجز لنفسك شتلة زيتون مع مؤسسة نبض الحياة. يلا قوم وخد قرارك وشارك في وقف الزيتون المبارك. ساهم بشجرة زيتون تكون لك صدقة جارية تمتد لأكثر من 100 سنة وخيرها يعم غيرك. جبر خطر ده ولا مش جبر خطر؟ جبر خطر ونص كمان. وده في يعني جبر الخطر اللي من النوع ده هيدخل في شريحة من الشرايح اللي احنا كنت بتكلم عنها. مش احنا كنا بنقول ان جبر الخطر في ناس مقدمة؟ طبعا. في احنا اتكلمنا عن جبر الخطر للأب والأم وبعد كده الأهل البيت. ويدخل بعد كده جبر الخاطر في الضعفاء اللي هو النوع بقى اللي احنا عاوزين نتكلم عنه. مين الضعفاء؟ كل حد تحت رياستك فهو ضعيف. كل حد بيشوف ان انت ربنا جعلك سبب في رزقه ومتعلق بيك ماليا او بسبب لقمة العيش هو ضعيف. اللي شغال عندك في البيت، شغال عندك في المصنع، شغال عندك في الشركة، تحت إدارتك حتى لو أنت مش صاحب المكان، تحت إدارتك بصفة عامة، لو أنت حتى مسؤول وفي ناس بتدخل لك المكتب يعني منتظر أن بجرة قلم منك بإمضة أو بكلمة هتغير مسار حياته، فهو تحتك ويستحق جبر الخاطر. حتى وإن كنت أنت في النهاية هتنفذ القانون اللي موضوع أو اللايحة اللي موضوعة أو القواعد العامة اللي موجودة في المكان، أنت ممكن تنفذها بشكل أفضل بكتير جدا من أنه هو يبقى خايف. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ده. النبي صلى الله عليه وسلم يجي له واحد من فقراء الناس يعني، فيدخل عليه ويشوف النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في حفاوة من الصحابة، وده النبي صلى الله عليه وسلم. فيدخل وترتعد فرائسه بيترعش كده يعني زي ما انا بحاول اقلد كده الصورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشوفه كده ويقول له هون على نفسك، انما لست بملك ولا جبار، ما تخافش، انما انا ابن امرأة كانت تاكل قليلا بمكة، زي ما احنا بنقولها بالبلدي كده، ده احنا اولاد تسعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يطمنه ويهديه. موقف تاني، النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم الصحابة كده ويقول لهم ايه؟ يقول لهم يدخل الجنة من امتي 70,000 بغير حساب ولا سابقة عذاب. فالصحابه كل واحد يتمنى ان هو يكون منهم. قعدوا يفكروا كده شويه، وبعد شويه واحد يقوم يقول يا رسول الله ادعو الله لي ان اكون منهم، اسمه سيدنا عكاشة بن محصن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرد بسرعه ويقول له انت منهم، دي اجابه من النبي صلى الله عليه وسلم. يقوم واحد تاني يقول له يا رسول الله ادعو الله لي ان اكون منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم شوف بلطفه التعامل صلى الله عليه وسلم والرحمه المهداه يقول له ايه؟ سبقك بها عكاشة. يعني لا قال له لا انت مش هينفع تكون منهم، ولا قال له ان اعمالك مش هتوصل للمرتبه ان انت تدخل الجنه من غير حساب ولا سابقه عذاب ولا اي حاجه خالص، لانه في جمع من الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصل الرساله للراجل بس بطريقه لطيفه وبطريقه مبسطه جدا من غير ما يكون فيها جرح لنفسه. انت جاي لك بقى تلميذك في الفصل او حد من اللي حواليك جاي بيطلب منك حاجه، فبتجعل متنفس غضبك، ممكن تبقى في خلاف بينك وبين والدك او والدتك او زوجك او زوجتك، وتلاقي نفسك بتطلعه على حارس العقار اللي موجود عندك وتعلم اولادك ايه، ما ده جبر خاطر، انت كسرت خاطره. انت مخنوق من حاجه ومتضايق من حاجه وحد شغال عندك في البيت روح مطلع عليه كل زهقك وكل قرفك، فين جبر الخاطر؟ ده في كمان اللي انت طحنت الخاطر كده زي ما بيقولوا. ده في ناس يا شيخ حافظ بتلاقي نفسها في العنجهيه للاسف بقى، ما هو يعني سبحان الله بتكتسب او بتستمد ثقتها بنفسها من نظرات رعب الاخرين منهم، ده للاسف. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم، وده خطير جدا، يقول لك ان الله يبغض كل جعفري جواظ، الغليظ المستكبر طبعا. الانسان اللي هو فعلا بينتشي طبعا. لما يشوف الناس خايفه طبعا. منه وعامله له الف حساب، ده النبي صلى الله عليه وسلم. وده اللي ولد جمله انت مش عارف انت بتكلم مين او مش عارف انت بتتعامل خطر. مع مين؟ ما هو خطر عليه هو خطر عليه هو قبل ما يكون خطر على المجتمع. اصل في النهايه انت عمرك كام سنه يعني عشان تقعد معايش الناس حواليك في الرعب؟ ما انت هتعيش 60 70 80 سنه، في النهايه انت هتقف قدام ربنا سبحانه وتعالى لوحدك. وانا اقول لحضرتك حاجه، ان كما يكون المرء لخلق الله يكون الله عز وجل له، اللي كان بيطمن الناس ويطيب خاطرهم ويجبر بخاطرهم، الله سبحانه وتعالى قادر على انه يطيب خاطره ويطمنه. عشان كده في طائفه من الناس ربنا سبحانه وتعالى قال عليهم يوم القيامه ايه؟ لا يحزنهم الفزع الاكبر. في فزع اكبر، ده ليه ما يحزنش ده؟ لانه كان بيطمن الناس في الدنيا، كان بيامن الناس في الدنيا، لكن ابقى عايش في الحياه فعلا زي ما حضرتك بتقول كده، هو كل يعني كل نشوتي في الحياه ان انا الاقي الناس بتخاف مني وبتقدرني. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لك من سره ان يمتثل الناس له قياما، انا داخل مكان كده
ولقيت ده قاعد حط رجل على الرجل وده قاعد كده مقام ليش اتضايق واكل في نفسي واول ما يقوموا ابقى مبسوط كده احس ان ده تقدير اطلاقا والله ده ربنا سبحانه وتعالى قال ان اكرمكم عند الله يتقاكم وقال فلا تزكوا انفسكم هو عليهم بمن اتقى فالقضيه اصلا محسومه عند ربنا بس مبدا الطمانه متحقق كان بالفعل كوقف من خلال مؤسسه نبض الحياه بوقف النخيل صحيح اللي استجد بعدها بفتره هو وقف الزيتون المبارك اللي لسه شايفين له تقرير وكمان شويه هنشوف له تقرير تاني ده كان ايه بقى تأكيد على الطمأنة زيادة طمأنة لا زي ما بتقول كده سرعة في الإنجاز شوي احنا لما بصينا على وقف النخيل لقينا فيه حاجتين الحاجة الأولى ان هو الثمرة بتاعته الحمد لله رب العالمين أكتر ومطلوبة بشكل أكبر ولكنها بتيجي بعد فترة زمنية معينة من 3 لـ 4 أو ممكن توصل لـ 5 سنين الإثمار في حالة زيتون فأدي الإثمار فأنت عايز حاجة تسرع معاك وفي بقى نوع تاني من جبر الخاطر وده أنا أشعر أن ربنا سبحانه وتعالى كأنه هو اللي عمله في ناس كتيرة جدا كانوا معانا بيقدر يساهم بألف جنيه أو بخمسمائة جنيه أو بألفين جنيه مش قادر يوصل لثمن النخلة الـ 5000 هو مش قادر يعمل ده أو مش قادر يحوش فكأن دي تطيب خاطر من ربنا سبحانه وتعالى أو جبر خاطر من ربنا ليه يقول له أنت تقدر تعمل شجرة واحدة بألف جنيه عظيم خلونا نشوف كمان تقرير اتفضل نبض الحياة وفد وعدها ببدء الزراعة في وقف الزيتون بأرض البركات بالفرفرة في محافظة الوادي الجديد دايماً متعودين مع نبض الحياة على التنوع في أعمال الخير وخاصة في الوقف عملنا وقف النخيل الخيري وعملنا وقف الزيتون المبارك ومعنا ومعاكم دلوقتي قدام وقف الزيتون المبارك شوفوا معنا بقى المتصدقين الجمال جداً وعشان ثقة المتبرعين في نبض الحياة كان في تبرعات بأكثر من شجرة زيتون أنا فاطمة حسن محمود من فيصل جاي النهاردة عشان أزرع 15 شجر زيتون على كل جميع موتايا أنا اسمي هاجر إبراهيم وأنا من المعادي اتبرعت بثلاث شجرات الزيتون أنا الحاجة اعتدان اتبرعت بشجرتين زيتون وبنخلة أنا موجهة الريع بتاع وقف الزيتون لكل حاجة واللي شارك في المرحلة الأولى بوقف الزيتون صدقت وأتحقق ربحها وخيرها خلال سنتين نبض الحياة أستاذة صادقة جامد جزاكم الله خير نبض الحياة نجد كل خير وعائد شجرة الزيتون هيصرف في كل حملات الخير اللي بتقوم بيها نبض الحياة ثاني سنة أجي مع مؤسسة نبض الحياة لأنهم ناس ثقة بإذن الله أنا عايزة معاكم في كل مراحل بإذن الله مؤسسة جميلة وإحنا جايين على سمعة المؤسسة تكلفة شجرة الزيتون 1000 جنيه قصدك بزراعة 5 شجرات 5000 جنيه شكراً نبض الحياة شكراً نبض الحياة شكراً نبض الحياة مع وقت الزيتون صدقتك هتكون ممتدة وخيرك هيعم غيرك سبحان الله شيخ حافظ تحس كده وكأن الدنيا موزونة يعني زي ما في ناس بتتفنن في كسر خاطر الآخرين في ناس تانية على النقيض بتتفنن وبتبدع في فكرة إن هي تشوف إيه الأشكال المختلفة اللي تقدر تجبر من خلالها خاطر الآخرين وبتتصارع وبتتسابق عشان يشاركوا فيها وعشان يعملوها طبعا ودول هتلاقيهم موجودين في كل حملات الخير هتلاقي معنا في وصلات المياه ما شاء الله معنا كم من الناس محرصين جدا على جبر خاطر أهلينا الأكثر احتياجا بالشكل ده وهتلاقيهم معنا في وقف النخيل وهتلاقيهم معنا في وقف الزيتون وهتلاقيهم معنا في المساجد يعني إيه اللي يخلينا لما نبدأ نعلن عن وقف الزيتون نلاقي نفسنا أن احنا بفضل الله سبحانه وتعالى في المرحلة الأولى استهدفنا 50 فدان والحمد لله يتم على خير ما شاء الله إيه ليه؟ عشان في ناس ورانا هي هدفها وعايشة في الحياة كل هدفها وكل يعني بغيتها وكل غايتها انها ترضي الله سبحانه وتعالى عن طريق قضاء حوائج الخلق انتوا ان شاء الله الموسم الزراعه اللي جاي اللي هو 27 و28 ابريل بعد العيد كل سنه وانت طيب حضرتك طيب هيبقى ده الموسم الثاني في وقف الزيتون ان شاء الله صح كده باذن الله تعالى الموسم الثاني برده مستهدف يعني في 50 فدان ان شاء الله باذن الله تعالى ما خلاص بقى بقينا بنتكلم بقى بال 50 فدان وال 100 فدان ان شاء الله ليه انت خلاص بقى ليك ظهير كويس جدا من المتبرعين الحارسين على ان هم يكونوا معانا في كل المراحل الحارسين على ان هم يجددوا معانا ويرتقوا معانا بالعمل الخير بفضل الله سبحانه وتعالى انتشار ثقافة العمل الجماعي في عمل الخير بقت منتشرة في مصر بشكل كبير جدا وبشكل مطمئن قوي ان احنا نقدر نتعاون مع بعض التعاون اللي بيتم بين الجمعيات الاهلية والمؤسسات الكبيرة برضه شكل مطمئن جدا كل دي حاجات تطمنك على ان عشان انت حضرتك في اول الحلقة قلت والله احنا نفسنا يكون ده موجود او مش موجود بشكل كبير لا موجود بشكل كبير
ممكن يكون مش متشاف بس قوي زي كسر الخاطر. طب. لكن لا والله في حاجات بالليل بتبقى في الضلمه دي ما حدش يعرف عنها حاجه خالص، وخصوصا اللي بيبتغوا وجه الله سبحانه وتعالى. يعني حضرتك انا بقول لك احنا في المرحله اللي فاتت في وقف الزيتون زرعنا 50 فدان. حضرتك تعرف كم واحد او كم صاحب شجره من اللي زرعوا؟ تعرف كم واحد فيهم؟ ولا واحد تقريبا، ما تعرفهمش صح؟ طب. انا كمان ما اقدرش اعرفهم كلهم، ولا حتى الاداره تقدر تعرفهم كلهم. في ناس كل عملها يروح محول لك المبلغ ويقول لك انا حولت مبلغ 18 شجرات اعملهم لي باسم كذا. طيب وكل علاقتنا بيهم ان احنا نروح بعتينها لهم على 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 اي ابلكيشن من ابلكيشن التواصل زي الواتساب كده مثلا، نبعت لهم الصوره بتاعه النخله بتاعته والاسم اللي هو اختار، هو يبقى مختار اسم مستعار. انا ما اعرفش مين الشخص ده، لكن هو عارف نفسه ان العمل بتاعه اتعمل بفضل الله سبحانه وتعالى. ما ده في السر اهو، ما هو دي صدقات سر وعمل سري يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى. وده امر مطمئن جدا جدا ان القلوب النقيه بتظهر في الاعمال دي بالاقبال اللي حضرتك شايفه ده. حاجه زي ان انا اساهم مثلا في غرس نخله او في زرع شتلت او شجره زيتون، يعني عايز اقف عند زاويه معينه من هذا العمل، الى اي درجه الكلام ده ممكن يتقال عليه كفاره؟ احنا هنتكلم عن الكفارات، هنقول منها انواع، منها كفارات منصوص عليها وكفارات غير منصوص عليها. ماشي. الكفارات المنصوص عليها اللي هي في القران، زي واحد حلف على يمين فراى غيرها خيرا منها فليكفر. طب الكفاره اللي هو كفاره اليمين الموجوده في القران الكريم، فكفارته طعام 10 مساكين من اوساط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد، يعني ايه؟ فصيام ثلاثه ايام ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم. فدي منصوص، كفارات منصوص عليها. في كفاره زي كفاره الظهار برضو منصوص عليها. وفي كفارات تانية ده بينك وبين ربنا، انا عملت ذنب مثلا، اخرت صلاه عن وقتها، كذبت كذبه مثلا، نظرت نظره محرمه، عملت اغتبت حد، فانا عايز اكفر على الشخص ده مثلا انا اغتبته، فبعمل صدقه من النوع ده مثلا. اقول الشجره ديت اللهم ان هذه عن فلان، ليه؟ رجاء ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي، واعقد النيه كفارة على كده قبل ما اعمل العمل. فده كفاره انت بتلزم نفسك بيها رجاء ان ربنا سبحانه وتعالى يجب بها. وخصوصا النبي عليه الصلاه والسلام لما نص على الصدقه قال الصدقه تطفئ غضب الرب، تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى كما يطفئ الماء النار. عظيم. خلونا نطلع فاصل. بجدد التحيه لكل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان، وبجدد الترحيب بفضيله الشيخ حافظ عبد الحليم اللي منورني في حلقتنا النهارده من طاقه نور، واللي مشكورا في اللينك ده هيعرفنا كل التفاصيل كل كبيره وصغيره متعلقه بوقف النخيل. بس قبل ما نعمل ده هنعمل حاجتين. بدايه افكركم بان مؤسسه نبض الحياه ليها اربع عناوين مختلفه وهم ظهروا على الشاشه قدام كل حضراتكم وبشكل مفصل. ثانيا تعالوا نفتح الكلام ونستهله بمتابعتنا للتقرير ده. اتفضل. مؤسسة نبض الحياة نجحت في زراعة 6 مراحل في مشروع وقف النخيل الخيري بسهل قروين بالفرفرة، وهتبدأ في 27 و 28 إبريل القادم زراعة المرحلة 7 من وقف النخيل عشان يستمر باب الخير والعطاء. دعوة للمساهمة والمشاركة في المرحلة 7 في مشروع وقف النخيل الخيري مع مؤسسة نبض الحياة. كل إنسان تصدق مع مؤسسة نبض الحياة في المرحلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، بقول لحضرتك لسه في امتداد للخير. زي ما عودنا حضراتكم قبل زراعة أي مرحلة لازم نجيب نفسنا على أرض الواقع. موجودين النهاردة بنشاهد وبنشارك حضراتكم في أعمال التجهيز الفعلي للأرض هنا، لأن الأرض مش بتكون من يوم وليلة بتتزرع، لا ده في تجهيزات على مدار 6 شهور كاملة. ونشوف خدمة الأرض في وضع علامات في أماكن الزراعة. 2 تجهيز شبكة ري على أعلى مستوى. كل الحاجات دي مطلوبة ولازم تتجهز قبل حضراتكم ما تشرفونا علشان خاطر نزرع الأرض دي. مؤسسة نبض الحياة قررت أن باب المساهمة يفضل متاح للمشاركة حتى آخر يوم من أيام زراعة المرحلة الجديدة. بنجدد الدعوة للمشاركة والمساهمة عشان نعمر المكان ده زي ما عمرنا كل المراحل اللي فاتت. كل واحد بينوي عمل خير ربنا سبحانه وتعالى بيوفقه. انوي انت بس وربنا سبحانه وتعالى هيبعت لك الرزق
اللي تقدر بيه يكون ليك سهم ومشاركه في وقف النخيل باذن الله تعالى. واحنا النهارده بفضل الله عز وجل في مرحله استقبال الفسائل الجديده اللي هيقوم المتصدقين من حضراتكم بزراعتها بنفسهم او هيولوا من يزرعها لهم من مؤسسه نبض الحياه. بمساهمتك بنخله مع مؤسسه نبض الحياه هتضمن صدقه جاريه ليك في الدنيا والاخره. لسه الباب مفتوح لحضراتكم علشان خاطر نحول الرمال الصفراء الى جنات الخضراء، كل ده بفضل الله اولا ثم بفضل صدقاتكم مع مؤسسه نبض الحياه. على 15740 تقدر تتواصل معنا وتستفسر عن اي حاجه بخصوص وقف النخيل وازاي يكون لك سهم ومشاركه فعاله. طيب يعني موسم الزراعه اللي جاي ان شاء الله زي ما كنا بنتكلم في اللينك اللي فات اللي هو 27 و28 ابريل زي ما هيكون هو الموسم الثاني لوقف الزيتون، ده الموسم السابع بسم الله ما شاء الله في وقف النخيل. الوقت بيطير معاكم بشكل هستيري، يعني كانه امبارح كنا بنتكلم عن المرحله الاولى. على فكره هو انا بس الاول ايه قبل ما حضرتك تقول المرحله الاولى والثانيه، والحمد لله احنا داخلين على المرحله السابعه اللي هي بنجدد فيها الدعوه ان شاء الله بعد رمضان باذن الله على طول ان شاء الله للناس معانا. واحنا بنستعرض التقرير في حاجه كده جت في ذهني في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ان فقراء الصحابه وكلهم صحابه طبعا، يعني ربنا قال لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبيعونك تحت الشجره، فالصحابه كلهم مرضيون عنهم رضي الله عنهم جميعا يعني. فالفقراء راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقعدوا معاه كده فبيشتكوا له من حاجه غريبه قوي. قالوا يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولكن هم متفضلين عنا بشيء ولهم فضل مال يتصدقون ولا نتصدق. فشوف هم نظرتهم كانت عامله ازاي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ قال الا اخبركم بشيء ان فعلتموه سبقتم به من كان قبلكم وادركتم من بعدكم؟ يعني ايه؟ هقول لكم على حاجه تعملوها تفوزوا بيها. فقال ايه؟ اذا اويتم الى الفراش، او النبي صلى الله عليه وسلم وصاهم بوصيه التسبيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسبحون 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33. تمام؟ خدوا الكلمتين دول وراحوا يعملوا بيهم. فلما الناس اللي معاهم فلوس والاغنياء سمعوا الكلام ده، ما ده خير، عملوا ايه؟ راحوا دخلوا فيه طبعا. وقالوا زيه طبعا. فرجعوا تاني للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله سمع اخواننا بما قلت لنا فعملوا مثلنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم جمله غايه في الجمال والحلاوه والطعام والله العظيم صلى الله عليه وسلم، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقف النخيل ووقف الزيتون انا طبعا مش بشبه بالغنى والفقر هنا، ولكن الفكره كلها ان في واحد عنده مقدره ان هو يجمع بين الحسنيين طبعا، وواحد هو ما عندوش امكانيه غير ان يعمل حاجه واحده بس. ففي حد ما عندوش امكانيه غير ان هو يدوب يعمل شجره زيتون ب 1000 جنيه، ده ليه فضل كبير جدا عند ربنا طبعا، لان هو الامكانيه اللي ربنا اداها له استغلها صح. وواحد تاني لا انا عندي مقدره اعمل الاثنين، فبعمل النخله اللي هي ب 5000 جنيه بعمل نخله واثنين وثلاثه واربعه، وبعمل معاهم تاني وقف الزيتون زي اللي معانا اللي مشارك بعدد كبير جدا من النخل وعامل ما شاء الله عدد كبير جدا من الزيتون. فهو ده اللي بيقال عليه ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. فكل حد ربنا قدر انه يكون معانا في كل مرحله من مراحل زراعه وقف النخيل هو ده ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، هو عنده الامكانيه دي وبيستغل ده كويس جدا. امر تاني اللي الصحابه عملوه لما الصحابه قالوا ان لهم فضل مال، ما قالوش يركبون غير الذي نركب ولا يلبسون غير الذي نلبس ولا يشربون غير الذي نشرب ولا ياكلون غير الذي دوروا على علاقتهم بربنا، ما قالش كده، قالوا يتصدقون ولا نتصدق. فهم شافوا ان ايه؟ ان الفضل في المال فقط ان انت بتقدر ايه؟ تتصرف وتتصدق بيه. شوف رؤيه الصحابه ورؤيه الصالحين، احنا كده لما نشوف حد ربنا سبحانه وتعالى انعم عليه من الناس اللي بيظهروا معانا على الشاشه ومعانا في المرحله الاولى والثانيه والثالثه والرابعه وبيدعي للمرحله السابعه معانا واكثر مننا كمان، هنا بقى دي غبطه حسنه بقى اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا حسب الا في اثنتين. وحتى الغيره في الحاله دي يتقال عليها مجازا، يعني غيره مشروعه برضه. أيوة يعني لانها محموده. أيوة يعني في حاجه فيها خير، ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم اصلا شرع وقال لا حسد، يعني لا الحسد ده بمعنى الغبطه، الا في اثنتين منهم ده اللي هو رجل اعطاه الله مالا وعلما فسلطه على هلكته في الحق، سلط المال ده على هلكته في الحق. فكل مرحله تلاقيه موجود معانا فيها زي ملفات كتيره جدا. دي بقى التفصيله دي ما بنلاقيهاش كتير مجتمعيا، او على الاقل مش متشافه قوي زي العكس الصحيح ما هو متشاف. يعني بتلاقي ان في ناس كتير قوي تبقى عاجبها رزق غيرها اكتر من رزقها، عاجبها البيوت اللي غيرها عايشين فيها اكتر من بيوتها، فاهم قصدي؟ يعني دي الحاجات اللي بنبص لبعض فيها
وبنحقد على بعض من خلالها. طب ما نغير من بعض ونسخن على بعض في الخير. ربنا سبحانه وتعالى قال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. فلو شاء ربنا سبحانه وتعالى جعلنا كلنا بنفس الفكر ونفس الرأي ونفس الرؤية ونفس وجهة النظر ونفس الهدف والغاية، ولكن لا، ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. وهو في حد عنده مال بس ما ملوش علاقة بعمل الخير، وفي حد تاني عنده مال ولكن ليه علاقة وطيدة بعمل الخير. فده موجود وده موجود، وانت ليك عين وليك عقل وليك رؤية وليك يعني قواعد الإسلام وضعها لك، وليك بداية ونهاية، بدايتك من ساعة ما اتولدت والنهاية هي الغاية رضا الله سبحانه وتعالى. وليه تقرير عايز أفرجك عليه. طل عليه طل، بص عليه بص. تابعوا بعد، تفضل. مشروع وقف النخيل بمؤسسة نبض الحياة هو أكبر مشروع خيري استثماري بيستهدف دعم كافة أعمال الخير. النهاردة جايين نبلغ حضراتكم وننقل لكم السعادة والفرحة والسرور من على أرض الواقع، من مزرعة حضراتكم، من مزرعة مؤسسة نبض الحياة اللي ربنا سبحانه وتعالى طرح فيها البركة والسعادة والسرور. في العام الماضي كانت بشاير، هذا الحلم الذي بدأناه أصبح اليوم حقيقة. إن دل على شيء فإنما يدل على قبول الأعمال التي قمتم أنتم بها، ونحن كنا في طريقكم لتنفيذ هذا التبرع وهذا الوقف لوجه الله. إن الله يتقبل الصدقة بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة. ده في علم الغيب ما بنشوفوش، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيدينا أمارات عشان نتشجع على الصدقة، فبنشوف حاجات بتتربى قدامنا برضو من قبيل الصدقة. مؤسسة نبض الحياة قدرت إنها تنفذ زراعة 6 مراحل مختلفة من وقف النخيل في سهل قروين بالفرافرة في محافظة الوادي الجديد. من قلب مزرعة وقف النخيل الخيري هنا في مؤسسة نبض الحياة، كل زيارة لنا بتكون مختلفة عن الزيارة اللي قبلها. كل زيارة بتملأ قلوبنا بالفرحة والسعادة والسرور الغير عادي، غير منقطع النظير، لأن كل مرحلة بنشوف فيها شكل جديد، كل مرحلة بنشوف فيها حالة جديدة. مرحلة الإنتاج زي ما حضراتكم شايفين قدام عينيكم بتبدأ بالتقليم والتشويك. ليه؟ علشان خاطر نبدأ لمرحلة الحصاد من التلقيح ونشوف الإنتاج وشكل الثمر وهو موجود على النخيل. وعشان يفضل باب الخير مفتوح هيكون في زراعة للمرحلة 7 بوقف النخيل في 27 و 28 إبريل القادم. وكمان مؤسسة نبض الحياة قررت إن باب المساهمة يفضل متاح للمشاركة حتى آخر يوم من أيام زراعة المرحلة الجديدة. عشان كده مؤسسة نبض الحياة بننقل ليكم الحدث أول بأول لسببين: بشرة ودعوة. بشرة للي كان معانا في الأول يشوف الصدقة بتاعته بتتربى إزاي وبنراعيها إزاي، ودعوة عشان اللي ملحقش المراحل دي يلحق المراحل اللي جاي. بمساهمتك بنخلة مع مؤسسة نبض الحياة هتضمن صدقة جارية خيرها يعم وثوابها يفضل لك في الدنيا والآخرة. والله والبلاط البيضة ظهرت في التقارير. بعد كده احنا في تشطيب المرحله الاولى والثانيه. الحمد لله رب العالمين. فعلا اللهم لك الحمد. الحمد لله رب العالمين، وان شاء الله قريب جدا هنشوف ثمر، يعني على اخر السنه باذن الله تعالى هنشوف ثمر. وانا بصراحه هدفي وغايتي ومناي ان شاء الله ان ربنا يمتعنا بالعافيه يا رب العالمين، وكل الناس اللي كانوا مشاركين معنا في الوقف الرائع ده ان هم كمان يستمتعوا، واحنا بنعلن ان شاء الله برضو في الحلقه بتاعتنا عشان اللي بيتابعونا كلهم، واحنا بنقول يا جماعه احنا بدانا في اولى خطوات وصلات المياه من وقف النخيل بفضل الله سبحانه وتعالى. بدانا اولى خطوات بناء المساجد ان شاء الله من وقف النخيل، فكل واحد هيبقى مستحضر ده معانا ان شاء الله باذن الله تعالى. اصلا وده سؤال هساله بالنيابه عن الناس اللي هنفترض وجودهم، يعني هم بيتفرجوا على البرنامج ده للمره الاولى وبيسمعوا عن فكره الوقف اصلا للمره الاولى. ايوه. عملتوا لي
عملناه لما لقينا ان في وقت بيجي على الناس التبرعات بتقل، او انها مش بتقل، ممكن يكون بتنصب في امر اخر، يعني مثلا يدخل عليك موسم زي موسم رمضان فلازم تبقى مركزه في جزئيه معينه. فبقيه الحملات بتتوقف طبعا. بس اهلها احتياجه ما بتوقفش. صحيح. يعني اللي محتاج وصل الميه ده مش هيفرق معاه اصلا طبعا. رمضان جه ولا ما جاش، بالعكس ده انا محتاجها طول السنه طبعا. فالناس ما بتبصش على الجزئيه دي دلوقتي. فمن هنا جت فكره ان احنا لازم يكون لنا اي استثمار الربح بتاعه والريع بتاعه يصب في مصالح، في مصلحه الملفات دي والحملات دي. وكمان اوقات بيكون مثلا الاحتياج عندك وليكن 100 وصله مثلا او 3 مساجد مفتوحين عايزين نشتغل فيهم، او تسقيف بيوت 10 بيوت قدامك، فالتبرعات اللي جات لك ما تغطيش الايه الاحتياج ده طبع. فانت كنت محتاج برضو حاجه ومشروع يدخل لك ربح. فربنا سبحانه وتعالى الهمنا يعني بعد مفاوضات كتيره جدا وبحث كبير جدا ومشوره اهل الخير ان احنا نعمل مشروع وقف النخيل، اللي بيتمثل في امرين. الامر الاول ان هو في حد ذاته اصلا صدقه وبينتج عنها عمل خير، وده اصلا فكره الوقف. ان الوقف طب. ايه حبس الاصل وتسبيل الايه الثمره طبع. انت الاصل محبوس لصاحبه عند الله سبحانه وتعالى ولله سبحانه وتعالى، هو نفسه في ذاته اجر، وبعد ذلك الربح اللي بيطلعه بعد كده بيكون فيه اجر. وده مصداقا لكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فياكل منه طير او انسان او بهيمه الا كان له به صدقه، فهو في مضمونه صدقه طب. بيجري بعد ذلك لما تطلع الثمره وتصرف على اوجه الخير اللي المتبرعين نفسهم بيكونوا اختاروه. وده بيخلينا ان احنا نقول ننتقل لحاجه تانية، المتبرع بيكون له حريه الاختيار في تحديد نوع الايه العائد دوت هيصرف في اي وجه لفين بالظبط. يعني التعاقد اللي بيكون بيننا وبين المتبرع واللي بيشارك بصك نخله في صك النخيل اللي معانا بيختار في بناء المساجد او تسقيف البيوت او سداد ديون غرمات او حتى كفاله ايتام، كل ده موجود، هو بيختار النوع اللي عايزه بفضل الله سبحانه وتعالى. حتى لو ليك نخله واحده من حقك ان انت تختار كل اوجه الخير، فبيتصرف على كل ده بفضل الله سبحانه وتعالى. عظيم. واحنا بالصدفه البحتة لسه عندنا اشكال مختلفه من اوجه الخير، هنعرف حضراتكم كل تفاصيلها ان شاء الله بمجرد العوده من الفاصل ده، خليكم معنا. اهلا بكل حضراتكم من جديد، خلوني افكركم كمان مره بالعناوين المختلفه لمؤسسه نبض الحياه وهي ظهرت على الشاشه حالا قدام كل حضراتكم. تعالوا بقى نفتح ملف اطعام الطعام، وهنعرفكم التفاصيل اول ما نتابع الاول التقرير ده، تابعوا معنا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. وانت عازم الناس عندك في البيت، حبايبك وقرايبك، بتقدم لهم أفخم الأنواع وسعيد جدا بالفرحة على وشوشهم. قد إيه بقى لو قدرت تطعم 500 واحد 1000 واحد وربنا مقدرك عشان برضو يفرحوا زي حبايبك وقرايبك اللي عندك في البيت. وزي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام معلمنا إن أحب الأعمال إلى الله أدومها، إحنا في مؤسسة نبض الحياة بنسعى إلى إن العمل اللي ربنا يوفقنا ليه في موسم من مواسم الطاعة ما نقفش عنده وما ينتهيش. قيمة الوجبة الواحدة 95 جنيه. وأحلى نوع وأجمل أكل هتقدمه مؤسسة نبض الحياة اللي فيها دايماً الخير بيجمعنا. لأنك تطعم أحد عيال الله، الفقراء عيالي. إذا كنت كريماً لعيال الله أكرمك الله. بنجتهد إن الوجبات اللي كنا بنجهزها عشان تكون إفطار صائم في رمضان تتوزع على إخواتنا وأهلنا برضو طوال العام في إفطار أسبوعي. إطعام الطعام بيكون سبب في دخول الجنة، سبب للعتق من النار، بيكون كفارة لأيمان، كفارة لنذور، فدية للصيام. كل ده تجده في وجبة إطعام الطعام مع مؤسسة نبض الحياة. بندعو حضراتكم للمشاركة طوال العام، موجودين وجاهزين مع حضراتكم، تقدر تتصل على 15-740. الحلو في الوجبة مكوناتها وكمان الشكل اللي بتتقدم بيه، فدي تفصيلة مهمة جدا، والحقيقة واضح ان انتوا اهتميتوا بيها كل الاهتمام.
لو احنا بنتكلم عن الغبطة والحسد وان الحاجة ديت الواحد فعلا يتحرك قلبه وان يكون نفسه زي النوع ده من الناس اللي هم حريصين على اطعام الطعام طول السنة، والنوع ده بقى انا بقول لك عشان انا جاي لك من المستقبل وجاي لك من ارض الواقع، بقول لك الصنف ده من الناس موجودين بكثرة لا تتخيلها. الحمد لله اللي عندهم اطعام يومي، كل يوم عنده اطعام. ما شاء الله ما شاء الله، ده يساعده يهنا اللي بيعمل كده. على فكرة يعني في الأسبوع ده، في الأسبوع ده كان في واحد عامل 60 وجبة بيوزعه. ربنا يبارك له. والراجل ده أسبوعيا في نفس التوقيت بيعمل الكلام ده. ربنا يبارك. وفي ناس تانية عنده كل يوم لازم ما يعديش على يوم من غير ما يطعم إطعام مرة، ولو مرة في اليوم. عارف لو وجبة بسيطة كده صغيرة ممكن ما تكلفكش، ممكن لو تجيب علبة كشري تديها لحد بنية إطعام الطعام. ليه إطعام الطعام تحديدا كده؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل ليه خصوصية غريبة قوي. من شوية كنت حضرتك بتسألني بتكلمني عن مسألة الكفارة، هل الصدقة بتكون كفارة؟ أيوة. لو بصيت في الكفارات اللي ربنا سبحانه وتعالى أوجدها في القرآن الكريم هتلاقي في كل واحدة فيهم الخيار الأول أو من جملة الخيارات إطعام إطعام. فكفارته إطعام 10 مساكين. صحيح. حتى في الظهار، حتى في فدية الصيام إطعام إطعام مسكين. ليه ربنا سبحانه وتعالى يحط ده وفي القرآن الكريم أو إطعام في يوم من ذي مسغبة اللي بينجي الإنسان، وخصوصا في هذه الأيام؟ أي أيام بيكون فيها غلاء، أي أيام بيكون فيها غلاء واحتياج للناس، هنا تحديدا الصدقة بتاعت إطعام الطعام بتكون أوجب وتكون أعظم عند الله سبحانه وتعالى. أو إطعام في يوم من ذي مسغبة أعظم؟ أه طبعا في وقت الأزمات. أيوة طبعا، لأنه أنت ده الاحتياج الأمثل أصلا. عشان كده الناس حريصين جدا عليه. فضل النبي صلى الله عليه وسلم يحدده ويقوله في إطعام الطعام، يقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قلنا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطعم الطعام. ليه إطعام الطعام؟ لأن إطعام الطعام فيه تحقق صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. مش سيدنا إبراهيم لما كان بيدعي ربنا وبيصف ذات الله سبحانه وتعالى قال: الذي يطعمني ويطعمني وإيه؟ ويسقين. يطعمني ويسقين. طب يطعمني بدي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قال: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. فأنت بتتحقق بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وعمرك ما تكون أكرم من ربنا. يعني ربنا سبحانه وتعالى الذي يطعم هؤلاء الخلق، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، يطعم الخلق كلهم، يطعم الخلق كلهم، وتيجي أنت هذا العبد الضعيف المسكين الذي لا يملك لنفسه حول ولا قوة يطعم الناس، هل هتباري الله سبحانه وتعالى في كرمي؟ فتجد أن كرم الله سبحانه وتعالى عليك أعظم بكثير جدا. عشان كده باب إطعام الطعام الواحد بيجد بركته في حياته بشكل واسع جدا. اللي بيعتاد هذا النوع من العمل ما بيعرفش يبطله، إدمان، إدمان حقيقي. مش من مصلحته إنه يبطله، إدمان والله. إدمان، لأنه أنا شفت بركة في بيتي وفي أولادي وفي زوجتي وفي عفيتي وفي حياتي في باب إطعام الطعام ده. لا باب كبير قوي وعبادة في قطاع عريض من الناس غافل عنها، وإن كان في يعني جزء كبير برضو تاني ما شاء الله فاطن ليها قوي ما شاء الله، وفي ناس بيتعاملوا معها كمواسم في رمضان بس أو إيه أو الحاجات دي، فهو بيتعامل معها أنها عبادة موسمية. هي عبادة موسمية وفضلها بيعظم في المواسم أيوة، لكنها عبادة الفضل بتاعها موجود طول السنة. بعدين الواحد مننا لا يخلو من الذنوب بطبيعة الحال، فلطيف ان هو يزاحم الذنوب دي بحسنات جياله بوفرة نتيجة حاجة زي كده، وخصوصا لما تلاقي في العمل المؤسسي بيقدر يوفر لك النوع ده من الصدقة بمبلغ يعتبر مبلغ زهيد. لما بتعمل يعني انا لما اعمل اقل من 100 جنيه يبقى انا ساهمت في طعام طعام. سؤال وسؤال وليد اللحظة يعني، وقد يكون في قدر ما من السذاجة سامحني عليه مسبقا، بس دلوقتي الواحد لما بيدي حد مثلا وجبة لطيفة ظريفة زي اللي احنا شفناها في التقرير بالشكل اللطيف ده وبالمحتوى والمكونات اللطيفة دي ومبتسم وعامل كل حاجة وزي الفل تمام، بياخدوا دعوتين حلوين. صحيح صح كده؟ الدعوات دي بتبقى رشعة ولا مش بالضرورة على حسب طبيعة أو 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 صحيفة عمل المتصدق في الحالة دي؟ يعني ما واحد غلبان يقول لك روح يا شيخ ربنا يبارك لك مثلا، هل بالضرورة بقى ربنا يبارك لك؟ ما هو احنا هنقول ان الموضوع متمثل فيه كم طرف، الدعوة بتاع ربنا يبارك لك دي متمثل فيها كم طرف، المستفيد والشخص المتبرع أيوة. المنفق والمتصدق. هنقول حضرتك مثلا وانا المستفيد أوكي. انا بقى المستفيد لما حبيت ان انا ارد لك الكرم ده حبيت ارد لك من نفسي ولا دخلت في طرف تاني؟
دخلته بطرف اللي هو مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. يبقى عندك شك ان ربنا سبحانه وتعالى هيستجيب؟ ما انا ما قلتش بقى انا بس خلي بالك لو أنا تفتكر انا قلت لك سؤالي قد يحمل شيء من او قدر ما هو انت فطن ليها اصلا. ما اصلا ما ايه ما جبتش حد واحد زي حالتي فقير زي حالاتي ده انا دخلت الغني سبحانه وتعالى. وبالمناسبه احنا عندنا ان شاء الله في الاسبوع ده هنوزع في المنيا 500 وجبه باذن الله تعالى. بالله ما شاء الله. نفتح بقى ملف الاعمار المساجد. ماشي يا فندم. تابعوا معانا. نبض الحياة بتكمل مشوارها في بناء وإعمار مسجد الحجيرات في محافظة قنا، وبتحرص على الزيارة المستمرة عشان تستكمل أعمال التشطيبات للمسجد، وبتكمل حالياً المحارة وتأسيس السباكة والكهرباء ولسه العمل مستمر. كل واحد بيعمر بيت من بيوت الله سواء حسياً أو معنوياً هم دول الناس الأبعد عن الشيطان. علشان كده النهاردة نبض الحياة جيت النهاردة على أرض الواقع ومعاكم دايما خطوة بخطوة. مسجد الحجيرات ده ليه خصوصية عندي أنا شخصيا ولينا في مؤسسة نبض الحياة وعند كل المتبرعين والمشاركين والناس اللي متابعة معانا خطوات المسجد خطوة خطوة. تخيل بقى الأهالي هنا ترقبهم وانتظارهم في كل مرحلة، بنشوف في عيون الناس فرحة وانتظار ومترقبين إيه الخطوة اللي هتيجي، يا ترى الباقي هيكمل إمتى، يا ترى المرحلة اللي جاية هنقدر نعملها إمتى. بفضل من ربنا عز وجل وصلنا لمرحلة مهمة جدا 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 في المسجد. العمال شغالين على قدم وساق، خلية نحل متكاملة شغالة بفضل الله عز وجل تحت إشراف هندسي على أعلى مستوى ومتابعة دقيقة لكل عمل بيحصل في قلب المسجد وكل تطوير بيحصل في قلب المسجد بفضل من ربنا عز وجل، لأن شعارنا في مؤسسة نبض الحياة العمل القائم على التخطيط الجيد أساس النجاح. أشكر مؤسسة نبض الحياة اللي واقفة معانا كل يوم، بقول يا رب امتى الجامع يخلص عشان أصلي فيه. نبض الحياة بتسابق الزمن عشان توفي بوعدها بإنهاء المسجد قبل شهر رمضان. محتاجين همة ومحتاجين نشاط مع بعض بإذن الله تعالى. عندنا أعمال الأرضيات سواء كانت السيراميك أو الفرش بإذن الله تعالى إن شاء الله يتم البناء على أكمل وجه، ويدخلوا يصلوا بقى صلاة التراويح هنا في رمضان ويتعبدوا لله سبحانه وتعالى. نشكر الله سبحانه وتعالى ونشكر مؤسسة نبض الحياة على إنهم بنونا المسجد وقربوهلنا علشان أولادنا يصلوا فيه. اعلم بأن مساهمتك في المكان ده يضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض. علشان كده النهاردة جاي أقول لحضرتك كن أنت العلامة المضيئة في هذا المكان. مساهمة من حضرتك ومشاركة من حضرتك إن شاء الله هيبدو مسجد عزبة عبد الكريم في أحلى شكل وأبهى صورة ويليق ببيوت الله عز وجل. مساهمتك هتحقق أمل أهلنا في الحجيرات بقنا بوجود بيت من بيوت الله. واحنا بنتابع التقرير ده الشيخ حافظ بيقول لي فاكر المسجد ده؟ قلت له لا مش واخد بالي. المهم اتضح ان ده مسجد احنا عرضنا تقارير سابقه ليه لفتره مش قصيره، حتى كنا دايما حتى نقول ايه المسجد ماله محجر معانا كده ليه، بس الشيخ حافظ بقى مشكورا زفلي بشرى ان انتوا ان شاء الله خلاص كده باذن الله تعالى. لا ما شاء الله احنا يعني قطعنا فيه شوط كبير. انا والله ما عرفته ساعه ما بتقولي والله ما عرفته. لا قطعنا فيه شوط كبير ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني اهو حاجه من جمله الحاجات اللي هي دلوقتي ده كان في وقت ما بوابه وسور واربع خمس اعمده بس لكن ما شاء الله قوه الا بالله دلوقتي زي ما هو باين قدامنا في التقارير حاجه بقت مفرحه. وان شاء الله بقى احنا دعوتنا للناس يعني نكمل الفرحه ان شاء الله، يعني خلاص احنا يعني قطعنا شوط كبير مش عايزين نتوقف بقى، مش عايزين نبص لنفسنا. انتوا بالملف ده اليومين دول بتسابقوا الزمن قبل رمضان كمان. ما احنا عايزين بقى يعني اي مساجد في التشطيب في التشطيب اللي معانا الشين والتشط خيشوا في بعض بس بتحصل كتير. اي مساجد ان شاء الله في التشطيب الاخيره اللي معانا والله نفسنا ان شاء الله يجي علينا رمضان والناس بدات تصلي فيها ان شاء الله يعني. وده طبعا مش هنقدر نعمله لوحدنا، انا في مساجد بقى عايزين شويه في السباكه الحاجات النهائيه يعني اللي في السباكه واللي حاجات خفيفه جدا في النجاره والحاجات الخفيفه في الفرش، يعني هي تبدو انها خفيفه على اهل الخير ان شاء الله باذن الله تعالى.
وبالتعاون مع بعض يعني، واللي عاوز يشيل بند من البنود ديت بصراحه بيريحنا كتير جدا أكيد. وبيعجل معانا اكيد. يعني مثلا في مساجد معانا محتاجين مثلا الصوتيات، مسجد زي اللي معانا ده حد مثلا يقول لنا بس والله يا جماعه مثلا الصوتيات عندي فخلاص مش هنشيل همها، التشطيبات النهائيه بتاعه الكهرباء مثلا من اللمبات والمفاتيح واللقم المفاتيح والكلام ديت عندي فهيريحنا من الجزئيه دي أكيد. الفرش مثلا عندي فهيريحنا من الجزئيه دي، فكل واحد بيبادر وبيشيل جزء كبير جدا بصراحه بيعجل معانا بان المسجد ينتهي. والا احنا بننتظر بقى ايه نحوش يعني، حتى وان كانت دفعات وان كانت بسيطه بتفرق معانا ايوه وبتعجل معانا، بس مش زي لما حد بيشيل بند كامل على بعض. المسجد ده موجود في مكان كنت برضو الشيخ حافظ يعني فكرني بالتفصيلة دي، كان من ضمن اللقاءات اللي اتعملت مع أهل أو سكان المنطقة دي كان في ست بتقول إن إحنا بقالنا 50 سنة ما بنسمعش أذان. ست كان عمرها 50 سنة بتقول عمري ما سمعت أذان في المكان ده. يا نهار أبيض، يعني الناس دول هيصلوا في المسجد ده إن شاء الله للمرة الأولى على الإطلاق بعد مش طول انتظار، بعد 50 سنة انتظار بإذن الله تعالى. والله 50 سنة الرقم مهول مهول، عمر بني طبعا. آدم عمر حياة، تخيل بقى كام جيل من الاولاد طلع وهو في المكان دوت ما بيسمعش فيه اذان ولا عنده مسجد، كام جيل طلع وهو محتاج لده. بس ان شاء الله خلاص يعني ان شاء الله يتسلم قريب زي ما بيقولوا كده، فاضل على الحلو تك ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله تحصل قريب كمان. امين يا رب. بشكرك على وجودك يا شيخ حافظ، ربنا يبارك فيك يا حبيبي يا رب. وبصراحه انا حسيت ان احنا خلصنا بسرعه قوي النهارده. دايما الاوقات الحلوه بتطير. ربنا يبارك. بشكرك على وجودك معانا، واكيد الشكر موصول لمشاهدي قناه النهار في كل مكان على حسن المتابعه.